السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هننظف مع بعض لاب المطبخ بطريقه جميله جدا وسهله قوي. زي ما انتم شايفين كده البوكسات اللي قدامكم دي، انا كنت شاريه الواحد ب25 جنيه، اشتريت 6. انت طبعا بتشتري من اي مكان بتاع ادوات منزليه، يعني مش غاليين وحلوين قوي، بينظموا لك جدا في المطبخ. هنا انا حطيت في البوكس ده اي حاجة زيادة. طبعا احنا بنفضل حاجات في البرطمانات، فبيتفضل حاجات زيادة كده في الكيس، فحطيتهم هنا كلهم في البوكس. اي حاجة زيادة عندك بتفضيها في برطمان تفضل زيادة بتحطها هنا. وهنا حطيت برضو السكر في مكان جميل ومقفول عليه، يعني في بوكس مقفول عليه، ما يجيش بقى نمل عليه ولا اي حاجة، وبيحافظ عليه جدا. وهنا برضو حطيت الدقيق، برضو بيحافظ عليه من اي حشرات تيجي عليه، وجميل قوي. والبوكس ده حلو جدا، بياخد حوالي يعني 6 كيلو كده من الدقيق، ولو رز برضو بياخد نفس الكمية تقريبا. وانا برضو حطيت الرز بتاعي، بدل بقى ما احطه في اكياس واجي بقى ادور اقعد افتح الكيس، وبيبقى الشكل مش حلو خالص ومش منظم، بيبقى دلابي كده شكله منظم وحلو. وده برضو حطيت فيه شعرية، اي شعرية، مكرونة، اي حاجة. ان شاء الله يا رب اكون افدتكم بالفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. مع السلامة.